الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، عمر ابن الجموح، عمر بن الجموح وصحابه سجالات كمذا أصحابك إلى هاي وإنه قدري إن أن تاريخ ظلم ولم شيخ عزم على يطأ بعرجته الجنة ونين أضيه وقوانكو قاتي يسوغو نين جيس لقتا كدو تينيو من الجنة دي وسان ديغو وجنة دا ومركا وديغو وقوان مركا وقاتي عمر بن الجموح نينك السحابي زعيم من زعماء يثرب في الجاهلية وحو أها قضي كمذا قضي ذي آدي أدي احترام كأقولها المدينة المنورة وقت جاهلية الإسلام كنت صني من الكهر وسيد بني سلمة المسود وحونا أها من سيد أهريب بني سلمة ورنتينا الرنكا الله عليه صارب وواحد من أجواد المدينة وذوي المروءات فيها وانا كم إذا ضدك لقوي قان جودك إيقع فراته إسلام مركانا شرفت احترام فكله ضدك ودح دقيق نما المدينة منورة مروءة وهيئة يصفو آد يدق روح بضن وقفك كوحا باريسا وحا وناكسن إنه سمي وحا وكفو قادو وكان من شأن الأشراف في الجاهلية أن يتخذ كل واحد منهم صنما لنفسه في بيته ذلك مركه أشراف تأه يو قارهان ذاتكو ذاتكا معمولا وضي ذا أه وضي دغمت وضي مركه يو مركه هقامية شوه عاد وحاوها جت الجاهلية قفر بابا إنه صنم يسقوا إليه إنه قرغ دكتو ليتبرك به عند الغدو والرواح سو بركة يستمرك وقولي كاك الله يمرك وسو عرابة يبو فحيد واحد من بركة شيء إسكر روتيني وموضة جرتي أحد فربا هداه تعني شريفة من قضية وريركة وتالية وليذبح له في المواسم وليلجأ إليه في الملمات سي مركة وسلمك وقورعه حبه مركي سي سنادي مواسم تحلية ذا أي مرهوتي لديه كروا حلية عباده isla markaana uu magan galo markii dhibaato ay ku timaado mulimma wax markaa dadka xanuunjiya oo mashaakil markay ku yimaadaan dagaal hadday noqon lahayd dhib hadday noqon lahaydna sanamkaas marka loo cararayo wa kana sanamu camr ibn aljamuux yudcaa manaa sanamkan marka camr uu sida gaarka u yeeshay magiciisa waxaa la dhihi jiray manaat waqad ittakhadahu min nafiisi alkhashabi sanamka wuxuu ka samaystay ألواح كيسة وناكسن ألواح جودة لها كوالتي له لو إله لصمين هذا أقول أولي ألواح اللي دورنا كوالتي له كاسو كسر نسي وكان شديد الإسراف في رعايته نمحو آدي أدو حقوق بحشة آدي أدو إسراف ولي ماذا وكبض بضية إلى لنتيسة وقرش والبعية القليل والعناية به وتضميخه بنفائس الطيب وهذا الريال قارة متسية إسلام كان ماريا عطورته يعترض كود أجو ناكسن أنتي حلك بو مرينا يا مرك إلا سنة كو إلا سبقه وألواح سوء دلاله مرك إلهي سو مرك وهو مرينا يا وحلا وحي وعطره كان عمرو بن الجموح قد جاوز 60 من عمره حين بدأت أشعة الإيمان تغمر بيوت يثرب بيتا فبيتا عمرو بن الجموح لحظا بو ضافي مركي نور كإيمانك وبالله إنه الضباله قريها المدينة المنورة قري الضباله على يد المبشر الأول مصعب بن عمير أرن كان وها أرن وكدم بمصعب بن عمير وها نيكي يقوه الرئي دتك خير كأقوب بشعرية وسفير كمسلمين مصعب بن عمير سيدوكتهين تاريخ جارة ما يمنطون تقول بضع يحو أها دتك يقوه الرئي أما قفك يقوه الرئي تجعل وحالا نيه كروا الدنجيري يقوه الرئي دتك مسلمين وسفير الإسلام الأول اتجي مدينة منورة وحب الله مرك إنتو سنبقى إيمانين كهربا إنو
dacwada nabiga iyo nabiga guriga markuu garaaci jiray dadku markii islaamka u bandhigi jiray. Waqtigan marka camar ibn jamuuc odaygana uu yahay sanadkan ay kaga dhegan tahay caabudayo gurihii almadiina oo dhanba mid mid baa ilaahay subxaana wa tacaala u qadaray inay dadku soo islaamaan, isagu unbaa harsan, laakiin islaamku si xawli ah ayuu marka u socdaa guryaha dhanna markuu gelaya. فآمن على يديه أولاده الثلاثة معوذ ومعاذ وخلاد فدح ويله ودالي با إله سبحانه وتعالى قدر إن إسلامان ومقعيدة هذا أنه شيء معوذ ومعاذ خلاد بالك اللي يجري معوذ ابن عمر بن جموح، معاذ ابن عمر بن جموح، خلاد ابن عمر بن جموح سكا ودالي إيو ترب لهم يدعى معاذ بن جبل إمد إيه كدأ وأساق قوضه وكفل أه ولغو مقعابه معاذ بن جبل. لغة عربية وحاجة جرى كلمة اللي هي لدة ما أما ترب أو أنت إسكو الدقة عربا أترابا إسكو الدقة أول مالك سد حدودا ما بضع لشان وساقع بحلي لكن من واحد جرى ساحب كود أه أو كود أنا وجرى أفر تاس أي مركة إلهي سبحانه وتعالى قدري إن أي إنه مسعى من عمير صواب النقضه إني مركة صو إسلاما ونوع من دونتا عمر وجمع بحقور سيهندة من عمر من حزام بحقور سدي سدح ذا ويل هدا عن التمامي اللي إيوه القبارة أما إنام بوض علي ومركة دم محيسينا ابن مسعود بحقور سندونه. وآمنت مع أبنائه الثلاثة أمهم هند سدح ذا ويل أول علي ويل شي ساعة وحاكلوا وهليه هو يدود ويدونا إسلامتي مركة قري ودقنا الفاميليجي ayaa waxaan nahaynaa ha afar ruux inay ka islaameen iyo family friend wiilkooda wiilashiisa ninkii la saxka ahaa. Wahuwa laa yacrifu min amri iimaanihim shay-a, isna ma oga marka inay mu'miniin yihiin oo nebi maxamed ay raaceen oo diintan isagu ka didsan yahay inay raaceen, war uma hayo. Ra'at hindun ama hindu zawjatu camr ibn aljamuux anna yathriba ghalaba cala ahliha alislaam, هند مركا وحا أصاب موقتي وهويني بي عمر ابن الجموع إن يثرب وأهل مقع المدينة إلا ذهب ماشي مدينة هاي إن أهل كيدي أي إسلامكو حقا وشي جنجيران إسلامكو كقالب نقضي إسلامك إلا بطي وأنه لم يبق من السادة الأشراف أحد على الشرك سوى زوجها ونفر قليل منه. ولنا شركة إناني كهرين مركة إتاجن تهدتك السيادة وضيادة شرفت له غيرها أطلية إيش شركة كهر تمالا أنا نهين أدقي دي مويان إيه إن يرى إساق مركة كو برغرام لكن إسلام كان حوقة كس عوضة موسى عمان تأوضة قريه المدينة ربو مركة عميمي وكانت تحبه وتجله وتشفق عليه وحين أهيدها وين أدقي دي جعل way jeclayda way weynayn jirtay way u dhimrin jirtay wayna kaga baqi jirtay min an yamuuta cala alkufri fayasiira ila annaar, inuu gaalnimo ku dhintana way ka baqi jirtay oo halkaa naar uu ku dambeeyo. Marka yani iyadu waxay kaga dhiganeyd maadaama odaygan ee nolosha la qaybsatay kalgacaylkan uu ka dhexeeyo ba waxa ay mar walbaba aad iyo aad uga walwalsanayd inuu gaalnimona ku dhinto halka u ayara ay noqoto naar, taana marka iyadana brogaraamka uu ku jiray. كان هو في الوقت نفسه يخشى على أبنائه أن يرتدوا عن دين آبائهم وأجدادهم. إذن الله كالا إذن الوقت يا وهو آدم أبقي أولادي سئل الدين تي آبا يوغود أو ياشود إكسو كان إني كر الدوبان إذن الدين تن أصنامتا سنم إلا عابده بأبقي أو لها أولاد هذا أمي دين تن كاللحظة وملك لكل عام مركوا الله كلا برد وكلا ورلا أول. وأن يتبع هذا الداعية مصعب بن عمير وكبقى إن أولادي سيكرع عن ويلك لغمك على مصعب بن عمير الذي استطاع في زمن قليل أن يحول كثيرا من الناس عن دينه. وإنك لغمك على مصعب بن عمير وحا إلهي وفجئ وكره زمن قياسي آدي أبير إنه ضدك الدين كود إنتو كليحيو وأن يدخلهم في دين محمد إذا الكود وقلي دين تلي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني مركا مسعى من عمير وحو أشقينا يا سيئن عادي هين ومشي مركا ساسو أشقينا قول كان قراء أو كان أتاق أو كان أبندق
يعني بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم في الانصار بدي يرسل وانا هل من واحد صميني هوش فعجبتي سلم هذا وعيس يري نينك كان حوله يكون سعوده انا سهلين ان اكتف كاه قف ايمانه والله فريسه سوى اسلام كساء وقلنا امو اولاد انا قال فضايو دينتي ابي يوجد او ياشو دي كسو قارن ابو كوي عيار مركه اسنا تاسع قف اللي فقال لزوجتي انت يسين وايب وهوني سلام الله وكفيل يا هند هندي احذري ان يلتقي اولادك بهذا الرجل كدكتونو كالالي عيال كاي اولاد عبد الشيئين منك الله كل مان يعني مصعب لكم مقعاوه حتى نرى فيه رايا يعني مصعب بن عبيد ولدي حتى نرى فيه رايا الا بل ان اركي سكت شم وحن كله له يعني ان سكن ما انه كوغانو نين كان اولادا كالالي هندي فقال سمعا وطاعه حيث هذا كل مغلى كوغان سمي لكن هل لك ان تسمع من ابنك معاذ ما يرويه عن هذا الرجل لكن سو مو هناك سنان لهين كورن هذا دويل كاغ معاذ كذا جاي ستنين كم وكم مغلى كل والله والله كل مي يعني مر هري كل مانه بل وحو كم مغلى دجيس فقال ويحك هلا جاجي وهل صدى معاذ عن دينه وانا لا اعلم ومعاذ دينتي ميو كأي شيء انا اجيد فأشفقت المرأة الصالحة على الشيخ وقالت يدو هوين إذا هوين إسكب بارئة وصالحة وضيق أبق ذا المرك متاسعي قلت لي كلا ميا هي ولي ما ليحن دينتي كمان ليحن ولكنه حضر بعد مجالس هذا الداعية لكن فدي محاضرات ملل السوي ما دو أني كان داعية ومصعب بن عمير بوك قيب قاتل وحفظ شيئا مما يقول وحو ما لها كشيك شيئا وحو كبوش كقيب يعني روحي دي ديسا ان هي سي مباشر حوغا اوديا ان ودنها لو دفتو هلكا ماركا او كو قلل دي ديسا او استروغ او قادو ماركا سي وخي تري مايا ساس ماها لكن حوغا مال ما هم بميلها سو فريسني مالا وخا لغا شيك شيغو وحبوب ماركا بوسا كا قيواري الما يرو ود اوغتابي معناه وخو اسكا قيبيا فقال ماركا ادعوه لي بل ايغو يارا فلما حضر بين يديه ويلك ماركو صوف فريس قال اسمعني شيئا مما يقوله بل وحوني مقاشين حكى مقاشويته لما يقول هذا الرجل نيكا بحول لي فقال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فاتح لي وركه وضشه سيته أقريب وإلهي مثل نحريس الجود نحريس الجار له يسقي إن الله ما هنقه وبقرك يوم الدين وياه كلي لك لك هالمسؤول العبده إذا ما كان لو يدي سير وضد التوصيل وأن نصلي إلى سبحانه وتعالى ذلك كهمن فقال أضي مركو حليل ما أحسن هذا الكلام وما أجمله ما أحسن هذا الكلام وما أجمله أو قرح بدن هذا الكلام محبة كون أكثر فهو كل كلام مثل هذا والشيء المصانع كلام يعني هذا الله ذا كان وشيغي وضدك وكو أقرري ما بوحى حد عن مغلفة كوالا كل يوحى وأقرري مفاتح هذا الكلام فقال معاذ وأحسن من هذا يا أبتاه تاوح كوانا يكسب بجل أبو انت كلمة فهل لك أن تبايعه فقومك جميعا قد بايعوه ما الإسلام كجشي ده الضبا مركا بايعادو سيدي ذبا وهشيس بايعنا بايعو حالو يلقف مركو إسلام بيوه أي قفك مركا شهادتين كأقبان يعني النبي يعني الصحابي جاء يوجع أنت سا وقاعد قعدت قلنا يا كدي من أشهد أن لا إله إلا هو لي مركا أصل لها محل استعمالا هشيش مركا لك الجلية بيع هبل يهبل ما ما بايع هذا ما مش إنجليش إليجنس وكذا سكت الشيخ قليلا وذي عمرها يهرب أمس ثم قال لست فاعلا حتى أستشير مناته فأنظر ما يقول أنوح النص ما لكن إلهي منعت وقرأ يراء وسكي يقول لأويل بالله صوت شنا يبير بالرأي يجي سنوانا لجيس فقال له الفتى ويل كي وقال له أجب أبوحي وما عسى أن يقول منات يا أبا يا أبتا أبو منات محركو شيء قدونا وهو خشب ولوح الصم أن دقال هاي لا يعقل ولا ينطق قرشنا مالها مانا هضليو فقال الشيخ في حدة كل الجواب يقول قلت لك لن أقطع أمرا دونه وروان كوش يقول طلع أن تيس أهن أمو مقو صنعي
Kojina latišta? Isaga aan la tashan anuu go'aan ma qaadanayo. Thumma qaama Camr ibn al-Jamuuc ila manaata wa kaanuu idaa araaduu an yukallimuuhu jacaluu khalfahu imra'atan cajuuza. Oday wuu dhaqaaqay, sanamkii manaat buu xaggiisa aaday. Caada marka waxa ahayd markay rabaan sanadka inay sanamka la hadlaan, ilaa sanamku waa dhagax, waa alwaax, lama hadli karo, soo ma haweeney da'ah oo cajuuzada buu gadaal markaa sanamka gadaashiis la istaajiya. Markuu la hadlo islaanta jawaabayso, fatujiibu canhu bima yulhimuha iya fii zacmihim. Haweeneyda marka hadlaysa waxay u hadlaysaa sanamkii, marka waxay leeyihiin haweeneydan hadalka kan waxay iyadu samaynaysa maahan, waa ilhaam kaga yimid sanamka, sanamka u gudbinaya iyada, kadibna soo gudbinaysaa inay beenlay tahay buu marka ogyahay. Thuma waqafa amaamahu biqaamati lmamduuda, nin dheerna u ahaa isagoo dhararka intaa la-eg buu hor istaagay. Wactamada calaa ridlihi saxiixa, odaygana lugna wuu la'aa, lugtii fayoobayd buu markaa saa ugu istaagay. Faqad kaanat alukhraa carjaa shadiidat alcaraj, midda kalena waxay lug marka uu ka dhutiyo uu ka jiisayo, runtii carabkeedan aad buu u darnaa oo mid caadiya maahin, xataa uu dhutin kara maahin, laakiin waxay ahayd lug marka aad buu la-yahay. Faathnaa calayhi atyaba athanaa, thuma qaal, sanamkii uu ammaan ula dhaqaaqay sidii inuu ilaah baryo oo kale. Markaasu yidhi, yaa manaatu, sanamka manaadow, laa rayba annaka qad calimta bianna hada daacyata alladii wafida calayna min makkata laa yuriidu axada bisuui siwaak, waad og tahay ninkan daaciga ah Muscab buu ula jeedaa ee inoogaga yimid maka wax dhiba, waxaan dhibahayn horta ma wada, laakiin cidda uu si gaara dhibka ula beeganay waa adiga, horta ogow. Wa annahu inama jaa liyanhaana can cibaadatik, wax kalaa umaanu imaan, wuxuu u yimid inuu naga celiyo inaan adiga ku caabudno. Marka horta taa ogow, wuxuu rabaa marka sanamka inuu sii dirdiro uu sii kululay, waa dhagaxii, waa marka alwaax. Waqad karihtu an ubaayicahu cala araqmi ma samictu min jamiili qawli xataa astashiira, waana aan dhibsaday inaan iskala mubaayicoodo iyadoo waxaan ka maqlayna runtii wax wanaagsan ay ahaayeen, anoo adiga kula tashan inaan go'aan iska gaaraay waxay qabanaya maha, faashir calayhi, maxaad ugala talin lahayd? Falam yurud calayhi man atu bishay, ma dhagax ma waxa hadlaya alwaax, waxba uma jawaabin. Marka faqaala, marka wuxuu yidhi, lacalaka qad ghadibt, sanama waxaan u malayna inaad xanaaqday, waana lam asmac shay'an yu'diika bacd, wax ku dhibana weli maanan samayna, maad hadashid, walaakin laa ba'as, laakiin mushkilad male sanamo, fasa'atrukuk ayaaman xataa yaskuta canka alghadab, maalmaa iska kaa daynayaayo ilaahay carada ay kaa degto, bal xoogaa maalmo soo naso. Ilaahay wuu cudur daaraya, wuxuu leeyahay kolley inaad caraysantaha laga yaabay, bal xoogaa, bal in yar markaa iska soo birifir qaado. Kaana amnaau camr ibn aljamuuc yacrifuuna madaa tacalluqi abiihim bisanamihi manaat, wiilashan marka uu camr uu dhalay, saddexda wiil ee ragga ah ee ilaahay islaamka uu ku deeqay, way ogaayeen aabahood sida ba'an ee uu sanamka ugu xiran yahay. Wa kayfa annahu ghadaa maca azamani qidcatan minhu, iyuna aabahood uu qeyb sanamka ka midaba u yahay, yani zam inta uu soo jiraba waa qeyb sanamku, yani isaga iyo sanamka ma la kala saari karo, saas isugu dhegay, taa way ka dhadhacsanayd. Walaakinahum adrakuu annahu bada'at tatazaczac makaanatuhu fi lqalb, laakiin xoogaa wiilasha waxaa u muuqday in ay ogaadeen in aabahood xoogaa yar makaanadii iyo sharaftii iyo halkii booskii uu sanamka qalbigiisa ku lahaa, in xoogaa wax zaczaca soo galay, xoogaa ma aragtay sidii hore uma sugna, oo xoogaa waxaa soo galay inuu xoogaa dheelinayay ogaadeen. Wa anna calayhim an yantazicuuhu min nafsi intizaacan, iyo inay marka waxay qaateen go'aana inay marka qalbigiisa uga soo gooyaan. Fadalika sabiilu ila aliimaan, marka sanamka qalbiga laga gooyo waa wadada marka iimaanka, markaas iimaanaysaa. Yani waxay ogaadeen marka xoogaa odaygii tartar yar baa soo galay, nambaradii iskuma aadisna, isaga xitaa halka uu ku ceeboobay gurigoo dhan waa islaameen, dadkii oday u ahaa dhammaan waa wada islaameen, dabcan afarta geesa laga soo galay, keligii unbaa soo haray, alwaaxi ma hadlayo, ma jawaabayo, isagaa bilaabay inuu keligii isla hadlo. Marka waxay ogaaday aabahood xoogaa mar waqti la maamulan karo inuu gaaray. Adlaja abnaau camr ibn aljamuuc maca sadiiqihi mucaad ibn jabal ila manaat, wiilasha camr uu dhalay oo ula socdo
wiilka isku da'da ahaayeen oo saaxiibka ahaa Mucaad bin Jabal oo saxaabiga weynuna iman doona ayaa soo guureeyay habeen fi leyl وحملوه من مكان صنم كي بنت يمادين قضيقون أوجين بالميشة ارتك قادم وذهبوا به إلى حفرة لبني سلمة يرمون فيها أقدارهم وطرحوه هناك وركاسي وحي لا أذين قد ريب بني سلمة أي قشن قب كد يجي جرين وقشن كساء هل كا كتور جرين هل كاسي كسر طورين قلت إلى هاي بحق الله دي وعادوا بيوتهم دون أن يعلم بهم أحد قد كد من قلوه دي سجل الله بتين إياد عد وقعتي inay halka xalay soo guureeyaan oo sanadkii guriga kala baxeen oo meeshii qashay qofka ay ku rideen iyadoo aan loogeyn. Falamma asbax Camr markuu waabariistay, dalafa ilaa sanamihi litaxiyatihi, wuxuu u looday xaggaa iyo sanamkii isagoo rabay inuu salaamo, ilaa subaxda la gaaro inuu salaam u yiraahdo maalintii ilaah iska waran. Falam yajidhu, sanamkii maba joogo, ilaahay waa maqayd. Faqaala wuxuu waylakum من عدا على إلهنا هذه الليلة أو يا حلي ويركو أها أو صور فلم يجده أحد بشيء عد أجواب تمكى مالا إيركو أمسي والله أمس أضي فطفق يبحث عنه في داخل البيت وخارجه وحب الله مركة قرق نحدي سيد دي مدبا وأنا منك أبتني مال كستئن سأرق باره وبعد قوم أدقاقه وهو يري ويزبد ويتهدد ويتوعد إستوى أفكر مركة أبرتك سيد ديني أو hanjabaad iyo goodinna markaa raacinay labada kalmad ma kala haraa oo marka qofka afka saah oo marka xunba intay uga timaado oo xanaaq dartii aan iscelin karin way tahaddad oo hanjabay oo tawaad oo marka u goodinayo xataa wajadahu munkasan aw munakkasan cala ra'sihi fi alxufra wuxuu hala marka sanamkii oo wajiwaji inta loo tuuray oo godka qashinka ku jira halkaa dhex yaala meeshuu kaa faqasalahu wuu dhaqay wadaharahu مركز النبي فيه وطيبه مرفون كي عطر كي مرين جريب أمري وعاده إلى مكانه هل كي سكسو علي إلهي وقالوا له أما والله لو أعلم ما فعل بك هذا لأخزيته والله دان يعان كل بيقون أقاده عدة ساكو بشي وحن مريني والأغاني وان هو جندو أنا بي فلما كانت الليلة الثانية هذه اللي ما كي غدا الفتية على منات ففعلوا فيه مثل ما فعلوه مثل فعلهم بالامس وليش هذانا اسل هبينك كخيغي سيدي بقى سو غوريان انت اي شلي كو سمين بي سنه كو سمين هل كيسه ديغان فلما اصبح الشيخ التمسه هذانا انت الرادي وسو مركو ابريس بو هذانا بعد جو وقاق ودقاق التمس هو ضلب فوجده في الحفره ملطقا ملطخا بالاقدار وهو هل صنم كيو قد كي شلي قشنك اها لو ريداي او مركا جيركي سو دنا ama ba dushiisa oo dhanna waxa wixii qashin iyo qurun iyo qadira oo dhan markaa ay markaa dul saaray fa akhadahu wa asalahu wa tayyabahu wa aadahu ila makani intuu dhaqay oo nadiifiyey oo catar mariyo haddana meeshiis ku celiyay wa ma zaala alfityatu yafcaluuna bisalam mithla dhali kulli yawm wiilash markaa arrinta waxay ka dhigtay ciyaal yar miyaba la isku taataabtaa program bay ka dhigteen habeen iyo maalin ba shaqul koodu ba saasuu noqdo falamma daaqa bihim dar'an markii إرير تومي ونوعا ما ودريمي نف راح إليه قبل ما نام هبين كنتو سنسيح بو صنم كنتكي وأخذ سيفه سيفنا وصوق علي سيفتي وعلقه برأسي مركز سيفتي وسقو لها ومضح كسري قري صنم كأها وقال له يا منات صنمو صنم كمناض إني والله ما أعلم من يصنع بك هذا الذي تراه والله ما أجي عندك كذب بيسو وحن كوسا ميسا مرة البابا فإن كان فيك خير صنم واحد دي وح خير على هذا فادفع الشر عن نفسك اسدفع واتن سيفتي وهذا السيف معك واتن سيفتي ثم أوى إلى فراشي كد نو سحر وعلى جاره مركب ما لي ما عندك كذب بيسو أذن والسودي ما يسمه وما عرفت بقول كيف الطوان لباتن صدا أفرتا هذا روح مرة إله وأدي اسدفع فما أن استيقن الفتية من أن الشيخ قد غض أو قد غطى في نومي حتى هبوا إلى الصنم وليش مركي أقعدين إن أضيقي وسكا قورينيو غطى في نومه مرك إنو قورينيو أي مركي وهدنا بكو صبحي صنم صوتي مركي لها بكو صبحي فأخذوا السيف من عنقي حتى يكون أكسمت سيفتي أسر ريد بيت ضفك لحد وذهبوا بخارج المنزل دي بدنا ولا أهدين وقارنوه إلى كلب ميت أي دنتي أو بختيين
ويكون حيران، الحبل حرق بيساوي حيران. وألقوا بهما في بئر لبني سلمة تسيل إليه الأقدار وتتجمع فيه. كدي من وحي أي الصنم كي أصائي سجو حيران بعيل راب عيل راب بني سلامة اللي يهين ووحل لو هي قشنا يقرنا يسكوا وحل لو هي معركة بوصانيرة يسوق هذا ودن أو مقال هذا ودن ماشي يسوق سوق بيشمان هكذا كتور. فلما استيقظ الشيخ ولم يجد الصنم خرج يلتمسه. مركو مركا كان هدد كسو التوصي أو يصير بالبادي قاب وواي فوجده مكبا على وجهه في البئر. وعوها لي صنم كي وجوجي سا هلك وطورا أو عيالك كل حجيرة مقرونا إلى كلب ميت مكا ويكدر أنت أمر أي مكا ساو حرم. وقد سلب منه السيف سيفتي لو صورنا لقى قاتل فلم يخرج هذه المرأة من الحفرة قضية مركة كان مات مركة كان قد كيسي كما صوصان وإنما ترك هل كان سوء مركة حيث ألقوه حيث ألقوه ماشي يكون توري بوداي وأنشأ يقول تحقوي وكسر توري والله لو كنت إلها لم تكن أنت وكلب وسط بئر في قرن. في هذا الإله أهل هاي أدي أي حال كده حديث وقشك كان كميدا جتان برؤس دفاعي هاي هل كان سوء مركة. ثم ما لبث أن دخل في دين الله، دخل في دين الله، مركا مركا تيجي وحي كانت إنه دينك إلهي مركا وقاله، وليش مركا هل كان كودي رنتي أن كلا قال هاي بيكو قولي تذوق عمر عمر أنت أنا مركا قيمت الدم بأنا أنا أجد بن ألكا وحنا صبح إلا بقى ضب برر جنت هذه المنطقة. من كان مصعب اللي هاي هذا الصحابي أو إيمان دون أن إيمان دون درس جاره أو يسوق خصي جاي وانين كليه لكن ما مشين وعوش قينا يا يعني رجل بأمة سيد هانو كلا رجل أو أمة مركو إلهي لأن إبراهيم كان أمة بمعنى خصاش يوحى لوحي وموضوع أي قبل له بني إبراهيم يسوق تكتي مصعب بن عمير أمه بني آدم كان مركي مشين ساسو كلا وساري أو إسلام كدب كيه أو إسلام كدا عدلوا يه وعنو ملاين يقف كلي يحبدلي كذا ولذلك كلمة دي مفكرين تي عارفين تي إليه جرين وحاجة تسمى ما هي دعم مقام رجل في ألف خير من مقال ألف في واحد. هل قف أو حزم له أو دقن كيس أو راه ذا أولي هاي فعل كيس إسوا فقصيه أو رنتي ما عرفتي إسلام كذب بكيه وحوصا مين كرا كون قف وهل قف أي وحوصا مين كرا كون قف دقن كيس halka kun muhaadaro iyo kun darsi iyo kun nadwo iyo kun kitaab la qoray aan hal qof bedeli karin hal qof ma bedeli karto rajul bi umma waxaan ku soo xusuustaa wadankaas maleesiya ay degan yihiin chinese boqolkiiba 49 meelaha hadaan isbedelin ay degan yihiin boqolkiiba ma aragtay 49 aan dhahay oo maleeya 30 oo chinese 20 oo qoladan tamilka ah waxaad arkaysaa hal chinese haduu soo islaam hal chinese منطقه uu degay horta waxa ka bilaabay biidkaas oo dhan meesha uu degay degmadu dhan waxa arkaysaa inay soo wada islaameen waa hal nin halka marka uu toban amaba dadka meesha wada degan oo wada maleey hal qof aan soo bedeli karin yani bedeli kii uu islaam ku dhashay islaam kii qaan oo ku dhaqmay laakiin ninkan oo 5 maalmood muslimka ah wax ka soo qabanaya u fiirsada dadka soo islaama ee noo yimaaday maanta soo islaamaya isagoo waxaad arkaysaa intaasoo brochure diyaariyey intaasoo flyer xagga u diray intaasoo message diray intaasoo qof innagana baasha waxay nagu soo mishay granted aba laga dhaxlay oo ka dhaxlay waxaad moodaa waraaq oo waraaq noo qoran taa darteed macaankan innaga aan haysan ma dareemin ma dhaqaaqin haddii qof kasto innaga naga mid yahay oo sida Mus'ab u shaqeeyay dad badan baa la qaban karaa walidaalika passage-ka taariikhiga Mus'ab innagu aad iyo aad nagu dabaqaya nagu dabaqsay maxaa Mus'ab wuxuu tagay meel Islaam ka jira yaa degan waxaa degan yahuud waxaa degan masiixiin baa degan markaasuu ka dhex kacay mushrikiin baa degan innagu waxaan meel ay degan yihiin dad marka masiixiyiin yani bimacna waxaan ku joognaa cadad hadda konton kun bay Soomaalidu maraysa muslimiinta 200 kun iyo konton kor u sii dhaafay yur marka la joogay tadafuqa tabcan 15 sano xusuusta tirakoobkii ugu dambeeyay 30 milyan baa lagu qiyaasay muslimiinta ومع ذلك إنك كلا دمان لا هل كي هيد إن أودا لصاره ضد كلا غير المسلمين أو حلاش يبو إنك كلا دمان لا تانا واحد موجين يسا فشل كا الدعوة جا إنها يستوى إن مشين كنا جنب قيد فضل كلا بعد فيها ويلشن أرك دعوة يدو
maaha mid maalin un istaagays, waxay u baahantay halgan bay u baahantay, wiilashuma yanquusan, awooddooda intaasay ahayd. Yani bimacnaa waa ilmo yar, waxay yaqaanaan wax qofka laga xado laga tuuro, awooddooda waa intaa. Laakiin maanta haddii awooddu gaarsiisnaan lahayd fikri intay aabahood hor fariisaan, intellectual ay la doodi karaan, dhan walba ay ka tusi karaan, ma samayn karaan, awooddooda ma gaarsiisna. Waxaa la rabaa marka dhalinyaradu waxay leeyihiin capacity ay wax ku gudbin karaan, odayaashu waxay leeyihiin capacity ay wax ku gudbin karaan iyo garaad u gaara, dumarku waxbay leeyihiin yani mid marka level gaar ay leeyihiin, qofka caamiga waxba aan soo bar level buu leeyahay, culimmadu level bay leedahay, qof walba waxaa jira boos buu taagan yahay, booskiisu inuu ka gudbin karo. Yararka kan in sanamka ay xadaan habeenkii oo meel ku tuuraan oo shuqul ciyaaleeda oo aan laga daaleynin waa awood loo baahan yahay oo islaamkana wax tarta wey. Marka qof walbaba awoodda Ilaahay ku siiyey, haddaad askari ahaan jirtay iyo haddaad tahay haddaad ma aragtay aad tahay Allah mustacaan qof educated oo wax ummadda usoo bartay, haddaad tahay injineer, haddaad tahay siyaasi, cilmiga aad leedahay noocuu doono ha noqda islaamka u baahan yahay, albaabkana waad ka soo geli kartaa. Kaana marka waa darsi runtii baraarujintiisa mudan. Haddaba tadawaqa camr ibn aljamuux min xalaawati aliimaani maa jacalahu yacuddu banaana nadami cala kulli laxdatin qadaha fi shirk. Wuxuu dhadhamiyey camr ibn aljamuux iimaanka macaankiisa u dhadhamiyey, wuxuuna bilaabay inuu ka qoomamay oo ka shallaayo daqiiqad walba noloshiisa soo martay oo uu shirkiga ku bixiyey noloshii hore marka ka qoomamaynaya. Fa aqbala cala ddiin aljadiidi bijasadihi wa ruuxihi wadaca nafsahu wa maalahu walada fii taacati illahi wa rasuulih. Diinkan cusub oo ilaahay uu ku galladaystay buu sida ay tahay u qaatay, qalban wa qaaliban, ruuxdiisa iyo jasadkiisa diinka la falgalay, xool naftiis, xoolihiis, awlaaddiis intoo maal iyo maxaasba halkaasuu dhigay. Wuxuu yidhi waxay intuba ay daacad u yihiin, ay hogaan u yihiin, ay u hogaansamayaan ilaahay iyo rasuulkiisa. Wamaa huwa ilaa qaliilun xataa kaanat uxudun faraa camr ibn aljamuux abna'u thalaatha yatajahazuuna liliqaa'i acdaa'i illaahi. In yar markii ka soo wareegtay, markiiba waxaa bilowday jihaadkii uxud, wuxuu arkay camr ibn aljamuux saddexdii wiil uu dhalay, mucawid iyo mucaad maaragtay iyo khalaad, wuxuu arkay saddexdoodii oo u tabaabushaysanaya inay jihaadka galaan cadowga ilaahay markaa la dagaalamaan. Dagaalkan marka waa ka duwan yahay kii Badar ay muslimiintu libta ay soo hoyeen, kan waa kii muslimiinta lagaga adkaan doono dagaalkaabuu marka arkay. Nadara wa nadara ilayhim ghaadin raaixiin ka asadi shara, wuxuu arkay wiilashii oo isdiyaarinaya oo kallahaya oo socda ka usudi shara, aad moodid libaaxyo kasoo baxaya kaymaha. Libaaxna markuu kaynta uu kasoo baxo wuu gaagaysan, yani carha ka muuqata oo si xoog badan ayuu markaa usoo baxay, roobbaas uu ku jiro. Wahum yatawahajuuna shawqan ilaa nayli shahaadati walfawzi bimardaati illah, iyaga oo hilow badan uu ku jiro inay shahaada inay shahiidaan inay gaaraan, yani shahaada inay helaan rabo, walfawzi bimardaati illaahi inu kulli baan ilaahay raadi ahaanshiisa. Wiilashu marka nin walba wuxuu leeyahy meesha ku dhintay. Taan saxaabada yani ridwaanullahi calayhim marka ay jihaadka galayaan, taargetkoodu maaha un keliya ininkoo nabad qaba soo laabto, taa hadday dhacdo wallahi alxamd, laakiin taargetkoodu nin walba ashahaada. Ilaahay subxaanahu watacaala waa tanuu leeyahy fi suura baraa, qul lan yusiibana ilaa maa kataba allahu lana huwa mawlaana wacala allah fala tawakkalmuun, ama ayadu waxay ixda alxusnayayn, hal tarabbasuuna bina ixda alxusnayayn ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عندي. لا وراك بدون بين قنيسة أما إن إنك أتكانه أو إسلام خلق أكو برار أما إن شهيدنا أو جنة أنطقنا لا وضع بدون بين قنيسة. فأثار حميته خلق أمرك عزدي سيبي كعسي وعزم على أن يغدو معهم إلى الجهاد تحت راية رسول الله وعقات القرآن إنه ولشأ ولا دقاقة أو جهاد كي لآذه isagoo ku hoofay markaa sita nabiga sallallahu alayhi wasallam raayadiisii amaba ku doofayshan raayati rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam calankii iyo bandiiradii. Dabcan dagaalka marka la gelayo muslimiinta ama dadka jihaadka galay calan bay sitaan, calankaaba marka ku doofayn. Walaakin alfityata ajmacu calaa mani abiihi mima cazam calayh, laakiin wiilashii waxay ku heshiiyeen aabahood inayan u ogolaan inuu jihaadka tago. Fahuwa shaykh kabiir wada طاعن في السن تأمين الذي سؤال هو انتهي وهو إلى ذلك وحاوه ليه أعرج شديد العرج وأن جيسه ورنتي آد ولوتينيو
وقد عذره الله عز وجل في من عذره إلى هنا وعذري. وتن ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. قفك حنوسا يقفك أنا سعون كريم ضدك صدق ولا قاع فيه مركا وحكو خص بيا بهود إنه جهاد قال مركا مالها محايل وكجرا ضدك إلهي سبحانه وتعالى ويني الدنبي إذا ما صار هذا جهاد كهرطان. فقالوا له قام كي أبيه أشيغا وحكو له أبو يا أبانا إن الله عذرك إلهي وسكع فيه فعلامة تكلف نفسك ما عفاك الله منه. ومحمد صدق أول بيساه وقال إلهي بكى عفي إلهي بكى مرة بقى ليش أنت تتعب حالك. فغضب الشيخ من قولهم أشد الغضب وذي أبودها هذا الكهر أدب وكعرود وانطلق إلى رسول الله يشكوه فقال مركب سوى النبي أنتو أتقو نبي قد دعوه يقول يا رسول الله يا نبي الله إن أبنائي هؤلاء ولا شيء وقونا يريدون أن يحبسوني عن هذا الخير حير ربان إنا حيران خير كان أن أصعده وهم يتدرعون بأني أعرج وحينما المسيح كدي كان عيان إن أنا هنين جيسة والله إني لأرجو أن أطأ بعرجتي هذه الجنة وحان ربا الرسول الله لكت إذا انتبه وأنساء أقول للتنية إذا سيدي إذا إنا جنة الله قبر أنا أقول كاسي إيجادة جنة ما الأمر دقاق إملا. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لأبنائه إذا مركة وليشي والله الله فردعوه فراك قال لعل الله عز وجل يرزقه الشهادة وإن كان إله شهادة يكون أرزقه إن كان شهادة الربع جنوا الذين فرح كقاد فخلوا عنه إذعانا لأمر رسول الله يكون فرح كقادا يقعوا أدعي النبي صلى الله عليه وسلم. وما أن أزف وقت الخروج مركي أسود دوالي وقت يلبح لها حتى ودع عمرو بن الجموح زوجته وداع مفارق لا يعود هو مع سلامي وسجوتي هو ذي سين هاي لكن سجوتين إنه سنصون نقولين أه يعني مفارق قفار قيو أنا سول لابني. ثم اتجه إلى القبلة ما كوس القبلة دين حق أبو جيس اللهم ورفع كفيه إلى السماء ما كوس لابني سك عمو السماء دي هل كيداس حق إذا سأل ربتي وقال اللهم يا الله أرزقني الشهادة إلى شهادة وأرزق إن هل كأقول لنتو ولا تردني إلى أهلي خائبا أنا إيسو علني أهل كي أنا فرمرا يعني إنه في الرباء إنه ماشي أنتو ساف ضد أنتو هدنا وماشي دقالك أنتو دلو إسوقوا في يوم إنه صنو تاسو ديدي هل كإلهي وأفس. ثم انطلق يحيط به أبنائه الثلاثة كده نور دقاقي يضر ويلشي سسد حرائي لسعلان وجموع كثيرة من قومه بني سلمة يضر إلى السعلان ضد فربضان وضد كيسة ريب بني سلامة وضد كي أمامه كأوهي وضيق أهاني مركع كل دبا في الشين وحن وقال تحسيني دبا النبي مركو لي خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقه مركو لي أفك وحو أها بولسو قليا دينك عصب مركو هردوها نينك عم فرن سخي نمدي سووتا جيسي ولسو قليا نينك نينكو آن أضقو أها نينك إنت إكاقت لقنيد الواحن وانتو قصبكو لقفوا الجنواي إلا علماء ديران مع الزمن غدا منه أو قطعة منه قيب وكوان مغي يعني وحال انو دائمو صار مكي كمي ديه قبل ساقة كمي ديه وكالا انين قوان اضاقبوها هالقا مركو صوغا من قوان كبوتا محايا لي ضبعي سجيد وحزولة ما هدي مركي سهر اسكده وريجين بدنا مركو مصر بإسلام كصوغا من شوق الكاسوب بولي محايا طبعي اسمه بدل ضبعي اسمه بدل مركا هالكا كان مركا خصلة دي وناقة هيدا أوضيتني ماذا أهيدي قوان أذيق أهيد إنتو ما أنت أنفع ذوي. ولما حمي وطيش المعركة مركي الدقال كله لاضي كلمة ده سوى كلمة ده إسراعة وطيش المعركة ومركي الدب يعني نار المعركة دقال كمركو بالوضوح على قاعد براي إني كنو دبية دب كعي أوكال دقال كمركو كله لاضي ومركي اللي استحق لي وسافها سهل اللي سود عيو ومرحي ده الرفل اسكسينه يو ومضح هذه لقطة هذه سوء إبر الإسكالية وتفرق الناس عن رسول الله صلوات الله عليه ضدكم أي ككلا يا عين نبي صلى الله عليه وسلم فدوكتهم غزوة أحد إن يرحضان تنكو حرة وإن نائما دونتا سيرادا من غصة مرتضى ورجال نبي صلى الله عليه وسلم أنتو صدقالك باللعبين أنو باللعبين بيوحي لكونتنين أو صحابة كمدة أيوحي للجبل كان يرموك لغمك عام معركة الرماد جبل الرماد لغمك عام هل كان
meesha ka dhaqaaqin. Wuxuu yidhi haddaad aragtaan xitaa iyadoo madaxeena la shafayo oo dhulka lagu ridayo oo haddana ina dul xoomanayso hilibkeena cunaysa xataa ma soo dhaqaaqi kartaa. Dabcan waa tii meesha dagaalka markuu bilowday. Dagaalku marka wuxuu ahaa laba kambi u ahaa qeybtiisa hore muslimiinta marka ku lahaaday gaaladii waa tii si xun loo shafay. Waxay iska dhaadhiceen marka dadka buurta saarnaa khalaas nimanka waa laga takhallusay way soo dhaadhaceen bal ghaniimadii iyo howlihii adduunyada yaanay idin dhaafin. Saa markay usoo dhaqaaqeen baa Khaalid oo markaa weli muslim aan ahayn gadaal intuu kaga yimid buu halkaa ku durduriyey markii muslimiinta halkaasa marka lagu jabiyey. Halkan marka markii taa ay dhacday ayaa haddana waxaa muslimiintu ku yimid panic argagax ah oo si psychologian ba haddana runtii dhaawac usoo gaaro suuqa waxaa la mariyey nebiga waa la dilay nin walbana marka wuxuu jihadii u socday bay ka luntay marka nin xagga u carday iyo nin xagga u orday marka nebiga keligiisa taagan oo cid ilaalinaysa aanay dilin bay meesha marka isugu soo shubantay taa markay maraysa marka shuhida walama xamiya lwatiisu lmacrakati markii dagaalkii kululaaday watafaraqa annaasu can rasuulillaahi salawaatu llaahi calayhi dadkuna ay ka kala yaaceen oo ka kala tageen shuhida camr bn jamuux waxaa la arkay ninkii camr ahaa yamdi fi aciili alawal isaga oo la dhaqaaqay kooxdii ugu horreysay ee nebiga u tagtay yani waa fawjkii ugu horreeyey wayathbutu calaa rijlihi saxiixa wathban oo lugtii fayoobay buu marka isku taagay wahuu yaquul isagoo leh innii lamushtaaqun ila aljanna jannada ayaan u hiloobay yani jannadan ayaan aad miisgaraynaya innii lamushtaaqun ila aljanna wa kaana waraahu ibnuhu khallaad markuu hadalkaa leeyahy wiilkiisa khallaad baa ka dambeeyay wamaa zaala alshaykhu wa fataahu yujaalidaani can rasuulillahi sal lay slam marka nebigo keligii ah halkan waxaa ka xigay camr bn jamuux iyo wiilo dhabe ninka hadda aan ku magacaabayna khallaad labadooda marka waxay bilaabeen nebiga inay difaacaan marka ilan nebiga keligii ah wa halka ay la beeganayan nimanka mushrikiinta hadday taa helaanna khalaas islaam waa ku daayay waxay bilaabeen marka khallaad oo wiilkii u dhalay iyo camar inay difaacayaan rasuulka sal lla lay slam xataa kharaa sariicayni shahiidayn cala ard almacraka ilaa wiilka iyo aabihiiba camar bn jamuux iyo khallaad wiilkii u dhalaba ay halkaa ku shahiideen oo meeshaa lagu lagday laysa bayna alibni waabihi ila laxadaad labadoodana in yarun bay kala horreeyeen xagga geelida kuwa waxaa hor shahiiday mid kale haddana ku xigay wamaa an wadacat almacrakatu awsaara markii dagaalkii uu kala degay iyadana waa tacbiir isla socda qur-aankan uu adeegsaday marka uu tilmaamayo jala wacala qur-aanka uu leeyahay xataa tadaca alxarbu awsaara waa markuu dagaalka u dago culayskeeda markuu dago oo waa maxay digdigtii baa dhammaatay jalabadii baa dhammaatay waa la kala nastay xoogaa qolo walba halkaasay ciddii laga adkaaday iyo ciddii adkaataba xoogaa markay kala degtay xataa qaama rasuulullahi sal lay slam rasuulku u istaagay marka ilaa shuhadaa'i uxudin liwaariihim turaban nebigu marka wuxuu bilaabay dadkii halkaa ku shahiiday oo ilaa 80 kor u dhaafay inuu marka uu xabaalayo liwaariihim inuu ku xabaalayo ku asturayo turaban ciidda faqaala liasxaabihi marka wuxuu yihi khalluuhum bidimaa'ihim wa jiraaxihim say yihiin u daaya dhiiggoodii dhaawacoodi yaan la mayrin buyi fa ana ashahiidu calayhim yowma alqiyaama ana markhaatika ah uma qaala markaasu yihi nebiga sal lla lay slam maa min muslimin yuklamu fii sabiili illah muslim lagu dhaawacaya ma jiro kelmadan marka hadal maaha waa dhaawac weyn min kalim maa min muslimin ma jiro yuklamu ldhaawaca fii sabiili illah waddada ilaahay ilaa jaa'a yowma alqiyaamati yasiilu daman qof kasta ee dhaawac uu kasoo gaaro waddada ilaahay isagoo ku jihaadaya yowma alqiyaama wuxuu imanaya iyadoo dhiiggu saa u daadanayo allownu ka lowni zacfaraan dhiigga muuqaalkiisa sida zacfaraanka wariixu ka riixi lmiski udgoonka kasoo gufaacayana wuxuu la mid yahay cadarka miskiga oo waxaa ugu carafta badanoo ilaahay u abuuray ama koonkan ka jira uma qaala markaasu yihi idfinuu camar ibn jamuux maa cabdillahi bni camar camar ibn jamuux iyo cabdullahi bni camar isla xabaala buyi faqad kaana mutaxaabayn mutasaafiyayni fi dunya waxay ahaan laba isjecel oo isku fayow bay ahaayeen adduunyada markay joogeen hal meel wada ku wada xabaala maxaa yeele saad ogtihiin dadkii markay tirada ka bateen oo shuhadadii nebiga sal lla lay slam marka wuxuu amar ku bixiyey saddex saddex afar afar shan shan in hal god markaa la wada geliyo nebiga marka su-aal buu weydiinaya ayuhuma axfad alqur'aan yaa qur'aanka xifdisan hebel waa la kala hormarinaya hadba kan qur'aanka xifdisan ama midba midka uu ka xifdi badan yahay waa laga hormarinaya kan kale maxaa yeelay godadkiina way iska yaraadeen runtii dad fara badan halkaa way ku shahiideen maalinkaa marka labada ruux ee la israaciyay waxaa ka mid a camr ibn jamuux oo ninka hadda aan ka sheekeynayna saxaabigan iyo cabdullahi ibn camr
رضي الله عن عمرو بن الدين واصحابه الله كرر النقضاء من شهداء احد واهدت كي احد كشهيدي ونور لهم في قبورهم اله القبور تهاوي فيه والى هنا بالله التوفيق صحابي كان رب لكن ويسكا